أمسية طيبة للجميع مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذا اللقاء. تنبيه ساري المفعول عن تساقط أمطار الواجهة الساحلية خاصة الشرقية حتى خلال يوم الغد، تواصل لهطول الأمطار على شكل زخات رعدية إن شاء الله ستغزو الواجهة الساحلية أكثر غزارة على المناطق الوسطى وكذلك الشرقية، دائما تواصل لتساقط الثلوج على المرتفعات الداخلية الوسطى وكذلك الشرقية، هبوب رياح قوية تقريبا على كافة المناطق الشمالية خاصة الواجهة الساحلية والمرتفعات الداخلية الشرقية. جنوبا أجواء مستقرة، زوابع عملية ستنشط على منطقة الصورة كذلك مناطق الجنوب الشرقي إلى غاية أقصى الجنوب. ثلاث درجات دون الصفر خلال هذه الليلة على البيض، درجة واحدة على تيارت، درجة الصفر على الصطيف، 7 درجات على العاصمة، 2 درجة على أقصى الجنوب. أما خلال ظهيرة الغد درجات الحرارة قصوى إن شاء الله في تراجع، طقس بارد تقريبا على كافة المناطق الشمالية خاصة المرتفعات والهضاب وحتى على السهوب، 4 درجات على البيض، 8 درجات على تيارت والجلفة، 16 درجة على العاصمة. ننتظر 18 درجة على بسكرة المغير توقوت وحتى على حسيم سعود ورقلة وإليزي، 17 درجة على ولاية غردية وبشار، 20 درجة على الصحراء الوسطى وحتى على ولاية تندوف وجانت، ترتفع 28 درجة على أقصى الجنوب. البحر خلال يوم الغد يبقى كثير الاضطراب على السواحل الوسطى والسواحل الشرقية، مضطرب محليا على السواحل الغربية، رياح معتدلة لكن ستشتد على السواحل الوسطى والسواحل الشرقية تصل لغاية 60 كيلومتر في الساعة.